يسعد لي أوقاتكم أصدقائي الفنانين والموسيقيين والمتابعين. مثل ما وعدتكم كل أسبوع إن شاء الله رح حاول نزل فيديو تعليمي، إن كان لأغنية أو لشي درس أو تدريب أو نصيحة معينة للي حابب يتعلم على الكيبورد أو على البيانو. يوم الجمعة رح حاول كل يوم جمعة ينزل فيديو، فلذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة، دعم القناة، لايك، كومنت لحتى هالفيديو يوصل لأكبر عدد من المهتمين بآلة الكيبورد وآلة البيانو. اليوم رح نشتغل على أغنية زياد برجي وبطير. كل فترة كل أسبوع رح يكون أغنية جديدة، أسلوب جديد، طريقة جديدة. طريقة التعليم صراحة هي ليست للمبتدئين المبتدئين، ولكن بنفس الوقت أنا موضح الإيد اليمين كيف عم تعزف وشو الكوردات اللي لازم ترافق الإيد اليمين بطريقة بسيطة نوعا ما. بس إذا واحد ما عنده خلفية موسيقية نهائيا أو شوي بيفهم بآلة الكيبورد والبيانو ومتدرب وإيده أخدة على الموضوع، صراحة رح يكون الوضع كتير صعب عليه. فأنا بنصح هالطلاب هاي ترجع لبداية القناة وتتعلم من الأساسيات، لأرقام الأصابع، وضعية إيد الكورد، كيف تنحط، كيف الأمور هاي، لحتى يقدر يمشي معي بشكل صحيح. بالنسبة للعالم اللي متابعين قناتي منيح أو لطلابي اللي بتاخد معي دروس أونلاين، أكيد هذا الموضوع ما رح يكون عليهم صعب نهائيا ورح يقدر يمشي معي بالدروس بشكل جدا جيد. ننطلق فورا لآلة الكيبورد، بس قبل هيك رح أشرح الموضوع أنه أنا هالشي اللي محطوط ضمن الدرس، التفاصيل اللي عم بحكي فيها بقلب الدرس بالنسبة للأغنية، لما أنا بعطي هالأغنية لأحد طلابي منضلنا عم نشتغل بالأغنية ممكن لمدة شهر، لأنه في تفاصيل هي ما بس نوتات بالإيد اليمين وكوردات وهارموني للإيد اليسار أو فصل حواس إيقاعيا ولا بأسلوب كلاسيك مثلا، لا، الموضوع بيحتاج لإحساس أكتر، لتكنيك معين، للتحلاية، نعمل حركات جديدة باللحن. ممكن المقطع الواحد يكون فيه له أكتر من أسلوب وأكتر من طريقة وأكتر من كورد ينشغل فيه. فهذا الموضوع أنا إذا بدي نزله بدرس واحد على اليوتيوب رح يصير الدرس فقط تعليم الأغنية رح يصير شي ساعتين، لذلك كتير رح تلاقوا فيه معلومات مكثفة بخلال ربع ساعة. يعني مشان اللي بيطلع على الفيديو من برا بيقول اوش الفيديو طويل، لا يا حبيباتي هذا مو طويل، هذا جدا كتير صغير. ولما حدا بيحط لكم تعليم أغنية بدقيقتين ثلاثة عرفوا انه هذا الموضوع جدا فاشل، لأنه ما هيك بتتعلم الأغنية. بس أنا حاولت قد ما فيه فرجيكم أكتر من طريقة للي مبتدئ بيقدر يعزف، وإذا حدا محترف بيقدر يعزف ويجيبها بكل بساطة. فخلونا ننتقل فورا لآلة الكيبورد وإن شاء الله يعجبكم هالدرس، وإلى اللقاء يا غوالي. أغنية زياد برجي وبطير هي من مقام الكرد، رح ناخدها مقام كرد ري. أوكي، هاي علامات سلم كرد ري، في عنا ال مي بيمول وعنا السي بيمول، علامات تحويل، علامات السود اللي فيها يعني. أوكي، رح نبلش بالمقدمة لليمين، مقدمة بتبلش بهالطريقة، وحاولوا جيبوا نفس أرقام الأصابع تبع إيدي. طبعا هذا الشغل هون بدون هارموني، عم يعني بعطيكم نوتات أساسية يلي هي بتكون لحن ما في، يعني بدون الكوردات بدون شيء. إذا بدنا ننزل الكوردات رح أرجع عيدها، دائما متعود أنه أتعامل مع طالب طالب فبحكي بصيغة المفرد أوقات، ما رح أرجع عاد لكم إياها. أو شايفين كيف تختلف لما بننزل الاربيجات تبعها، يعني هون شو عم بعمل؟ عم باخد كوردات ثنائية، يعني المي بيمول مع الصول والري مع الفا، وباليسار عم باخد دو سي بيمول. طبعا اذا انا بدي اقعد اشرح لكم ووضح لكم كل شيء كتير كتير، يعني الصراحه الدرس بروح شي ساعه ونص
بكل بساطة. يعني هاي الأغنية هلا أنا عم بعطيكم إياها بدرس يمكن مدته يكون 15 دقيقة، ولكن لما أنا بفتح مع طلابي ممكن نضلنا عم نشتغل على هاي الأغنية شي 4 دروس، يعني شهر كامل عم نشتغل عليها، لأن فيها تحليات، فيها شغل، فيها كوردات، في أكثر من طريقة نقدر نعزفها فيها. بس أنا ما بقدر أشتغل هذا الموضوع معكم هون لأنه بصير كتير الفيديو طويل، تمام؟ مشان الواحد ما يقول انه طب كيف بدنا نشتغل، كيف رح ارجع اعزفها للمرة الأخيرة. عم حاول كون سريع بس بنفس الوقت عم حاول كون واضح بكل التفاصيل. طبعا عند المقدمة رح اشرح لكم على الكوردات. اول شيء هون اخذت كورد السول 7 او اربيج عم باخذ، اوكي، السول العادي الماينر، اوكي. هون اخذت الري كمان الماينر العادي، هون اخذت المي بيمول 7، يعني مي بيمول سول سي بيمول ري، تمام. وهون نفس الشيء، شوف الفا، شو اخذت فا لا دو مي بيمول، بعدين هون كمان نفس الشيء اخذت مي بيمول سول سي بيمول ري، بعدين مع بعض. شايفين فينا نلعبها باكثر من طريقه، الاربيجيا فيك تلعبها هيك، ناخذ الفا بدل ما ناخذ الري، عم قلكم في كثير طرق يعني. ها لاحظتوا كمان بتجي بهالطريقة. حتى هون فينا نلعب تحليات باليمين، هاي بالنسبة بس للمقدمة. سامحوني انه كانت طويلة بس لازم اشرح كل التفاصيل. هلأ لحن الكلام بداية، دائما بنتعود لما بدنا نعزف اي اغنية بنحاول نهجي الكلمات، مو ضروري نكون حافظين الكلمة بس نقطع احرف اللحن او احرف الكلمة، لانه هون الكلام ملحن، نقطع الكلام بشكل موسيقي تكون مثل ايدنا عم تغني، المغنى بالايد اليمين يكون سليم وصحيح. حتى يكون الشغل حلو لازم نشتغل التقطيع يكون صح تبع اللحن بالايد اليمين، الميلودي الاساسي. هلا اربيجات شو عم بشتغل انا؟ كمان رح لكم ارجع عيد نفس الحكي، تنقال بعده طرق بس انا ما فيني احط كل الطرق لان الشغله بتصير طويله، يعني هي بدها دروس خاصه لحتى ناخذ وقتنا فيها واشرح لكم عن كل تفصيل كيف بيكون 100%. هلا طيب فينا ناخد أربيجات أسهل، صول فا مي بيمول، بعدين نرجع فا مي بيمول دو فا، thank you.
هاي هون خلص المقطع كلياته لعند وبطير قبل ما يفوت الايقاع. اخر كورد حطيت هون ديمينيش اوكي يلي هو فا ديز لا دو او فينا نقول صول بيمول مي بيمول لا دو اوكي. رح ارجع عيده في علامات شرقي مشغالة. هون عم بشتغل اللحن تي را را را. هاي بتنقال كتوزيع اوكي، بس لحتى نوضح انه هون بده يفوت لعند المقطع اللي بعده. فينا ان هي مي بيمول تمام وبطير من كتر الفرح بدها تجي. هلا فينا نشتغل كوردات بسيطه بالبدايه اللي هي لاحظتوا بس عم بعمل مثل تيمبو اخذ ايقاع، مو ضروري اقول ارباجات، او اذا بالواحد كتير يشتغل اكثر مثلا بهذا الاسلوب كمان سهل كتير. طبعا بده يكون عندك فصل حواس، وهي التدريبات كلها موجودة عندي على القناة. يعني في كتير طرق مثل ما قلت، ما فيني اقعد اعلم كل الاساليب كيف بدنا نشتغلها. هلا هون بالنسبه لهذا المقطع، هلا بال وبطير طيب هون شو عم اقول باليمين هلا اذا بنزل كوردات حط ايقاع مخصوم شوية تحليات خلص هذا المقطع. طبعا بينشغل بأكثر من طريقة كمان،
وهي التحلايات وهالقصص هي كلها تدريبات، كلها تدريبات، يعني بدها يكون اساسا انت في عندك ارضية قادر تشتغل هذا الموضوع، تكون انا بدي اعرف انت كطالب شو المستوى تبعك، قادر تشتغل هالشي ولا لا. وهدول كلهم في لهم تدريبات وتمارين انا كلهم بعطيهم لطلابي لما نكون عم نشتغل اونلاين في منهجية جدا، يعني بشكل اول شيء بشكل جدا تصاعدي وجدا بشكل مدروس، لحتى لما نوصل لهيك شيء وعم نشتغل الاغنية يكون الطالب قادر ينفذ هالشي اللي انا عم فرجيه. برجع بخبركم انا ما بقدر احكي هون كل التفاصيل، هذا الدرس بيروح بالساعات بصير، بس هلا لهون. هلا بقى رح ننتقل للمقطع الثاني تبع الموسيقى. اذا ملاحظين الفيديو عم يكون كلياته مستمر، ما في تقطيش نهائيا، يعني كاني فاتح درس مباشر مع الطلاب. نرجع هلا المقطع تبع الموسيقى، عفوا هيك. هلا هون بصير خلص هذا المقطع، طبعا كمان بينقال بكتير طرق وبأكتر من طريقة وبأكتر من أسلوب. برجع بعيد وبقول الشغلة طويلة، نرجع هلا. خلص المقطع، بس هو جملة بسيطة هون. عم غنيها لتعرفوا شو عم بصير. طبعا هون في اوقات بيكون هون طلع على الفاضيز، اوكي، مثل نوع من تحلاية باللحن. هلا ممكن نلعبها هيك، وهي هي خلصت الغنية كلياتها يعني. بس مثل ما حكينا في كتير تفاصيل، في كتير شغل، اهم شي حطوا ببالكم مشان ما كتير نعقد الامور، دائما بلشوا بالسهل، يعني خدوا اول تفصيل اللي هو اللحن الاساسي مع الكوردات، يعني مثل بدايتها. فيكم تاخذوا الكوردات العادية تبعها، لاحظتوا بكل بساطة. طيب نجي هلا للمقطع اللي بعده، طب هون شو عملت انا؟ الاربيج نفسه تبع الري بيمول اخذته بالعكس، ماشي، بعدين شايفين الكوردات، يعني فا مي بيمول دو ري،
كنا صول بعدين مي بيمول فا كورد ري مي بيمول فا مي بيمول. فينا ناخد الديمينيش، إذا ما بدنا نقول ديمينيش بنقول فا مي بيمول ري بكل بساطة، ناخد البسيط ما منعقد كتير وبعدين نرجع. وهي بتنعاد مرتين وكل الأغنية بناخدها من نفس الطريقة حتى الموسيقى يعني. وهي هي الغنية كلها يا حبايب القلب. بتمنى انه هالدرس ما كان طويل، حاولت قد ما في اختصر، وبرجع بخبركن انه هي الاغنية لو انا بدي اخذها مع اي طالب عم ياخذ معي دروس اونلاين ممكن تاخذ معنا 4 دروس، كل درس مدته 45 دقيقة يعني، وباخذ درس بالاسبوع يعني ممكن هي الاغنية تاخذ معنا الشهر لحتى يوصل انه يعزفها بطريقة جميلة باحساس جميل، تحليات أنيقة، كوردات صحيحة، كوردات احترافية. فالموضوع أبدا ما نو بهالسهولة يعني، بتلاقوا عالم بينزلوا تعليم أغنية بدقيقة مثلا، وطبعا هو بينزل عم يعزفها بإصبع واحد وبدون كوردات أو بشكل عشوائي كتير. هذا الشيء أبدا ما رح يخليك تتطور أنت كموسيقي أو كعازف حابب تتعلم على هالآلة وتصير محترف عليها. لحتى تكون محترف على هالآلة لازم يكون عندك اطلاع على الكوردات، أرقام أصابع، مقامات، إيقاعات، فصل حواس، عندك أكثر من أسلوب، أكثر من طريقة، تكنيكات تسريع تقوية للإيدين لليمين لليسار، في كتير كتير قصص. يلي بحب اللي مو متابع القناة يتابع من البداية، في كتير تدريبات جدا مهمة على القناة. اللي بحب ياخد معي دروس أونلاين هلأ رح تشوفوا رقم الواتساب للتواصل معي. طبعا بدكم تنتبهوا لموضوع أنه مو دائما متاحة لدروس يعني، لأن أنا في عندي عدد معين، بس تجاوز هذا العدد ما باخذ طلاب لان بصير ما عاد في عندي اوقات نهائيا للطلاب. ولكن بس حدا يتواصل معي طبعا بحطه على قائمه الانتظار لحتى يصير في عندي فراغ، وبنرجع ان شاء الله بتواصل معه او هو بيرجع بتواصل معي ومنبلش من اول جديد. فاذا ان شاء الله نلتقي كل يوم جمعه مع اغنيه جديده، ومثل ما عم قلكم حاولوا قد ما فيكم تتدربوا منيح ورجعوا للقناه من البدايه للنهايه ومشوفيها شوي شوي لحتى تقدروا تعزفوا هيك أغاني بهالطريقة الجميلة وطريقة احترافية. إلى اللقاء وباي باي يا حلوين، سلام.